السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، أسعد الله يا بعد قلبي وروحي. انتم ركزوا معي قبل ان نبدا يا جماعه الخير، لا تنسون اللايك والاشتراك، ما باقي لي شيء وندخل 600,000 باذن الله. 600,000 اي والله ما شاء الله، والله ما قلت 500,000. 500,000 الحمد لله يا رب. الحمد لله تبارك الرحمن. الحمد لله يا رب. طيب يا جماعه الخير، مبطئنا اليوم اعرف خويك، بنشوف مين اكثر، انا اعرف فيلفل ولا هو يعرفني اكثر. جاسر بيسالنا سؤال، اذا جاسر سالني سؤال هذا بيكون حاط السماعه. يا جماعه الخير طبعا اللي يخسر بيدفع 100 ريال، وجميع المبلغ اللي بيطلع اخر المقطع باذن الله راح نتبرع فيه الجمعية خيرية، واسأل الله لنا ولكم الأجر يا رب. كل هذا سؤال؟ لا 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 معلش يلا. طيب رايد، وش أفضل لعبة فيفا حاليا؟ لا شوف، جراند فورت والحين فالو، جت فترة جراند وجت فترة فورت بعدين فالو. شوف السؤال، فالو. فالو؟ أي فالو أفضل لعبة طرت على فيفا ولعبة لا لعبة كلها؟ لا أكيد فورت بشكل عام. فورت اي فورت اكيد. اي نعم فورت. فورت يلا، وش افضل لعبه عندك؟ هيلو. هيلو وش دي جديده؟ ليش قلتك يا اخي؟ قال لي وش افضل لعبه الفيرفل لعبها طول عمره، قلت في جراند طاح فيها وفي فورت طاح فيها وفي فالو. هيلو وش دي؟ اول مقطع في قناتي هيلو اكس بوكس. يلا هذه 100 ريال يلا. انا اخذ 100 ريال؟ لا مو لك، الجمعيات الخيريه اكيد يعني، بس انا البس. اي انت بس يعني. وش الهواية اللي يحبها رايد؟ شوف ما أدري إذا بلوت تعتبر هواية زين، ولكن هو يحب. يعني هواية معناه إنه مثلاً شيء قدام يحب تشوفه، شيء قدام تسويه. يحب يسويه هواية. هو مو بإنسان رياضي، لازم تعرف هذا الشيء. ولكن إذا كانت فيها موضوع الرياضة فهنه يحب طاولة التنس زين. إذا كانت الهواية برا الرياضة فإنها بلوت. إذا كانت برا الرياضة بلوت. وإذا كانت في الرياضة طاولة التنس. لا بلياردو، آسف بلياردو. خلاص وش الهواية اللي يحبها رايد؟ هواية أحبها؟ إيه. وش عندي هوايات؟ أقول لك أعرفه، أقول جابتي. لا أصبر ما بيخسر أنا. أوكي. صح أخسرك أنت، أنت قلت شيء طب أنت جاوبت؟ إيه جاوبت. هوايتي. شوف معلش ترى جاوب إجابتين زين عشان تعرف هذا الشيء. يمكن غنى، أغني كثير أنا وأنا أمشي كذا وأنا. أوكي أنا جبت إجابتين. أنت غنى تقول؟ إي نعم. عم القهر. قلت إذا أنها رياضية، طبعًا هواية إذا أنها رياضية فإنها بلياردو أو تنس. آسف بلياردو. إذا أنها برا الهواية الرياضية فإنها بلوت. لا بلوت هذه ما لها دخل بالهواية. ممكن بلياردو. إيه بس قبل الحين ما ينام. أكلة فيرفل مفضلة. أكلة فيرفل مفضلة. بيتزا، ذاك البيتزا يجي حرقان كل يوم، بس إنه يحبها، يجي حرقان وياكل. في المولندوم يسمونه ذا اللي حق الأسويين، زي المكرونة. زي المكرونة وش هو؟ اللي ياكله بصبعين دي ويفرها وياكلها. مو سباجيتي. لا تشباتي. ايش دخل تشباتي؟ لا 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 لا. حق اليابانيين. اي المكرونة حقتهم. حقت الانمي. حقت الانمي. ايوه حقت الانمي، بس ما اعرف اسمها، بس انها هي. والله انها هي احس. وش اكلتك المفضلة؟ اكل كوري. اي وش هو؟ لا اكل كوري يعني. بشكل عام؟ بشكل عام اكل كوري. بس اغلب شيء اللي تاكله هنا؟ نودلز. يا سامي نودلز. والله النودلز. اي لا لا عادي، بس اكل كوري عامه يعني. الحمد لله والله اني عرفت، والله اني عرفت الحمد لله. وش مشروب رايد المفضل؟ حمضيات. حمضيات؟ ايه 100% 100%. اعطونا كوكب الزبديه يلا. ها؟ وش مشروبك المفضل؟ دقيقة لا تطلع تلف وتدور. حمضيات. شكرا. اكثر شيء تابع فيه انمي. اصبر مسلسلات؟ لا والله انه انمي. اي نعم انمي. بين انت قصتك بين الافلام وهذا اكثر شيء تابع انمي. انمي وين كورة؟ انمي. السلام عليكم فيرفل. هلا والله. اكثر شيء تتابع وش هو؟ انمي. يس يس. ها وش الشيء اللي يحب راي يسويه قبل ما ينام؟ رايد يحب يسويه قبل ما ينام في هو شوف هو تيك توك، بس لا ما نبي نقول تيك توك. يلعب كراش يلعب كراش رويال ولا يلعب هيد بول قبل ما ينام؟ على الجوال. على الجوال. واتحداك وش الشيء اللي تحب تسويه قبل ما تنام؟ اضغط الجوال، اضغط الجوال. تيك توك. اسويه قبل انام؟ قبل لا انام كذا منسدح ابى انام، اضغط جوالي تابع قبل لا انام. انا اعلمك قبل ما ينام زين. صادق؟ ها انا صادق والله. صادق. صادق ولا لا؟ صادق والله انا صادق. اي والله كلاش رويال لازم. اي ما تخسرني والله. كم دوله لك يلعب؟ قلت لك ايش؟ قلت لك تيك توك، بس شفت تيك توك شيء عادي. كلاش رويال تعصب فيه. بس وش الشيء يسويه إذا عصب؟ وش العادي دا مسويها إذا عصب كده يعني؟ إذا نفس يقفل على نفس الغرفة ما يطلع ما يطلع ما يطلع ما يطلع لحد ما يرضى لحد، يقفل على نفس الغرفة خلاص لين يهدى لين يهدى بدين يطلع العالم. هذا فيش مستيقظ.
بيرفكت. اذا نفست انت شو تسوي؟ انام يعني اختفي عن العالم وانام. شلون تختفي عن العالم يعني؟ اقعد اقفل غرفتي وانام. يس هذا اللي يس انا قلت بيرفكت انفس يقفل غرفته خلاص ما يطلع ما لما يهدى. اي ممتاز. المنطقه اللي ولد فيها رايد، وش المنطقه اللي ولد فيها رايد؟ حايل حايل. وش المنطقه اللي ولدت فيها؟ المنطقه اللي انت ولدت فيها المكان اللي ولدت فيه الشرقيه ب شو اسمه بالخبر. اصبر ان انت ولدت فيها انت. انا انت. ايه معليش انا حاسس انه ما ريحت. الرياض والله ان الرياض اللي انت قلت حايل. وين حايل؟ لا بالرياض. انا والله انا لا خوايل خوالي بحايل. يقطع من الضيقه. يلا اغنيه. وين درس الرحمن في امريكا؟ انا ما اعرف لوس انجلس. لا والله اني اعرف درس بامريكا. اذكر قال مدينه ثلجيه اوهايو بامريكا. طيب بسالك سؤال بس ما بيك تجاوب على طول عشان ابيك توترني. انا ابيك توترني. درست بامريكا انت مكان فيه ثلج؟ بعدين نقلت مدينه ثانيه. بس قعدت في المدينه الثانيه اللي نقلت فيها اكثر من اللي قعدت فيها بالثلج. يعني لو سالك احد سؤال وين درست بامريكا بتجاوب بالثلج؟ بجيب الثانيه. وش الثانيه؟ عادي اذا قلت الاولى بمشيها لك. اوهايو صح. يس يس هي اوهايو هي فيها ثلج. يس الحمد لله. طيب وش الثانية؟ إذا جبت الثانية صح أنا بتبرع من عندي 500 ريال. مكان فيها عرب وبر وحر وكانها الرياض. في خيارات؟ إلا في خيارات. وش هي؟ كاليفورنيا لوس أنجلوس يعني. كاليفورنيا لوس أنجلوس نيويورك بورتلاند واشنطن هيوستن. واشنطن ليش؟ واشنطن رايح تلقي كلمة؟ لا رايح ألقي كلمة. هوست. ها؟ ها الأخيرة. صح. أسألك ولا يس؟ يس 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 هوست. أنا أقول هوست. هوست الحمد لله. 500 ريال يا رب لك الحمد. أفضل مادة عند رايد ابتدائي. أفضل مادة عند رايد بالابتدائي ما يحب المواد ذا. جغرافيا لا ولا فيزياء. شوف لا فيزياء ولا رياضيات ولا كيمياء. ممكن فقه وتوحيد لا. تقطع أم القهر. أمنيته إنه يصير مدرس بدنية ولا هذاك روب. روب تخصص كان صح؟ هذا الظاهر كان أمنيته بدنية. أفضل مادة عندك في أيام الابتدائية والمتوسط؟ أفضل مادة عندي؟ إيه. ممكن الخط. كذاب. خط مو خط مو مادة. أصبر أصبر. شيء إيه شوف لا تلف الدور. أمنيتك بعد. إيه. أوه بال هذه. إيه بدنية. شف؟ والله بدنية. إلك. أوكي مكرش يا شباب بس بدنية. والله العظيم. قالها قبل. وش الصفة اللي يكرهها فيرفول الشخصية؟ الصفة اللي يكرهها فيرفول ما يحب فيرفول. ما يحب اللي يحب نفسه. اللي يحب نفسه هذا عدو فيرفول. اللي يحب نفسه ايه عدو فيرفول مرة عدوه فيرفول. الصفة اللي ما تحبها بالشخص وش هي؟ تكفى لا تخذلني. الصفة اللي ما احبها بالشخص ايه؟ أنانية. يعني وش يعني يصير أناني أو صح كبر يعني إيه؟ يعني وش بالضبط تقريبا؟ اناني اناني يعني وش اناني؟ ما عاد اذا انت عندك كلمه مختلفه عني. انا جاي انا قلت له فيرفل بس بذمتك قصر. والله لا قصر. قلت له فيرفل عدوه اللدود اللي يحب نفسه. اي صح. يس صح. صح. يس الاناني مره اللي يحب نفسه هذا عدوه. ما يحب احد يحب نفسه. يحب للجميع. يحب نفسك. هذا عدوي لاني ايش؟ لاني انا مستحيل ما احسب حساب غيري كل شيء. صادق. فاذا شفت واحد ما يحسب حساب الا نفسه ولا فكر فيني ولا فكر معي ايه عدوي. ما يحب معليش والله عدوي. ما يحب. وش الحلا اللي يحبه رايد؟ حلا يحبه رايد. طيب بما انه قاعد معي فتره كثيره يحب ام علي. ام علي زين. واذا ما كانت ام علي في عندها محل جنب بيت ما ادري وش اسمه دائما يجيب لنا اياه يحبه مره. وش الحلا اللي تحبه يا رايد؟ الله في حلا ما ينباع الا جنب بيتنا. اوه الحلا اللي يحبه ام علي. لا عشان يسوي غيرت موضوع. ام علي انا اشتري جوابي. درش جوابي ام علي. قلت جوابي 100% ام علي. واذا ما كان ام علي زين في عنده محل ما اقدر اقول لك اسمه. انا ما اعرفه ولا اعرف وش النوع اللي يجيبه اللي فما اقدر اعطيك اياه. بس قال جنب بيتكم. قلت جنب بيتكم. مين الاشخاص القريبين من فيرفول بس من برا الفيلم؟ يمه يمكن بامريكا ما اعرفهم انا. بس اللي هنا اعرفهم انا اخوياه. في واحد منهم اسمه يزيد وهم مجموعه ايه تعرف عليهم عن طريق تويتش اتوقع. هم جروبه من حقين جروبه من تويتش. اخوياك او جروب اخوياك اللي تجلس معهم كثير يعني تغليهم بس من برا الفله. المودز حقين اللي معي في تويتش. يس يس في واحد معهم اسمه يزيد. يس يس يلا عرف. وش الشيء اللي يشيل هم رايد ويسعده؟ شوف رايد دائما يتكلم يعني لا مثلا اشتغل على نفسه وكد وكذا. يحب يسافر. ايه والله يسافر يغير جو يروح يشوف مناظر طبيعه. وش الشيء اللي يشيل هم رايد ويسعده؟ يشيل همي ويسعدني. ايه صفر. والله صفر.
مرة أحب أسافر بشكل مطبيعي. الحمد لله يا رب. هذا الجمهور يشوفون حنا والله أننا نتعب وسوي كل شيء عشانكم قسم عشان نسعدكم زين، لكن مهما كان نفسي لاحق ونس نفسي والسانس أبي طاقة وديكم صح وأرجع برايك. إلى هنا يا جماعة الخير هذا المبلغ الإجمالي اللي بيكون جمعيات خيرية. شكرا بير فولين. الله يعطيك العافية. والله نعرف عن بعض كثير. كثير. مرة. نعرف بعض كثير. فيعطيكم العافية يا جماعة الخير، لا تنسون اللايك والاشتراك. في أمان الله. مع السلامة. شكرا جاسر. شكرا جاسر وما قصرت بعد قلبي. شكرا للمشاهدة، اضغط على الصورة هنا بيدخلك المتجر، الحق الهوديات والجلسيات الجديدة وأرأيتوها كود خصم.